الآن لعل من أمثلة هذا غلطة أبوينا الأولين آدم وحواء. مش بس كانت غلطة العمر بالنسبة لهم هم لوحديهم، إنما كانت غلطة العمر بالنسبة لنسلهم كله، للبشرية كلها. لازم الواحد يحترس في نوع الغلطة، وخصوصا الغلطة التي لا يمكن أن يجد لها علاجا، أو الغلطة اللي تتعبه طول عمره. يعني في غلطات وجد لها حل، لكن أصحابها قعدوا طول عمرهم يبكوا بسببها، زي غلطة داوود اللي بسببها قعد يقول بللت فراشي بدموعي، وزي غلطة بطرس الرسول اللي تعب منها، حتى لدرجة لما جه وقت استشهاده وأرادوا أن يصلبوه صلبا عاديا، قال لهم لا، أنا أصلب منكس الرأس، منكس الرأس ولا أصلب مثل ربنا، مع إنها غفرت غلطته، لكن كانت غلطة تعب منها طول حياته. غلطة سليمان الحكيم اللي هو قيل عنه في ملوك الأول إصحاح 11 إن في شيخوخته نساء الغريبات أملن قلبه إلى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. غلطة العمر، يعني في حياة سليمان كلها لا نجد غلطة مثل هذه الغلطة. صحيح ربنا كان قال عنه إن إذا أخطأ أؤدبه بقضيب الناس ولا أنزع رحمتي منه كما نزعتها من شاول، لكن ما في شك إن سليمان تعب من غلطة العمر هذه. قبل البشر كلهم في غلطة تاني كبيرة تعتبر غلطة العمر، مش بس غلطة العمر، دي غلطة الأبدية كلها، وهي الغلطة التي ارتكبها الشيطان حينما قال في قلبه أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي، فسقط. وكانت غلطة العمر أو غلطة الأبدية كلها، ولغاية دلوقتي لا خلاص له. غلطة وقع فيها قايين حينما قتل أخاه هابيل، وكانت غلطة العمر أيضا، مع أن ربنا نبهه قبليها وقال له خلي بالك من نفسك، هناك خطية رابضة وإليك اشتياقها وهي وأنت تسود عليه، يعني لغاية دلوقتي في إيدك، لكن قتل أخوه، وكانت النتيجة إنه صار أول إنسان لعن في الأرض كلها. أول واحد لعن من الله كان هو قايين. وربنا قال له
تائها وهاربا تكون في الأرض. وضع كان يمكن ان هو يحترس من الغلطة دي، لكن اخطأ. ولما اخطأ ربنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، صوت دم اخيك صارخ الي من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك، ملعون انت من الارض. حاجه صعبه. وتعب قايين، لكنها كانت غلطه العمر. غلطه ايضا غلطه حام ابن نوح الذي كشف عري ابيه ولم يعطي كرامة لهذا الأب، فكانت النتيجة إن نسله كله لعن، كنعان وباقي نسله إلى أيام المسيح. والسيد المسيح اعتمد لعنة نوح لكنعان في قصة المرأة الكنعانية. غلطة العمر هي غلطة واحدة لكن ضيعته. ياما في أخطاء الناس بيغلطوا بيتوبوا وغلطوا يتوبوا، لكن غلطة العمر هي الغلطة التي يتعب منها الإنسان طول حياته. الغلطة بتاعت حام فيها عدم إكرام الأب، ولذلك الكتاب يقول العين المستهزئة بأبيها المحتقرة لأمها تقورها غربان الوادي. وقع في غلطة العمر دي أبشالوم حينما وقف ضد أبيه داود وأقام حربا ضده ونافسه في ملكه، وأخطأ أيضا إلى نسائه إلى سرريه. كانت غلطة العمر بالنسبة لأبشالوم. هذه الأخطاء تلاقي الكتاب نفسه الكتاب المقدس لا ينساها، لا ينساها. مثل خطأ زوجة فوطيفار بالنسبة ليوسف الصديق، الكتاب لم يذكر حياتها كلها بما فيها من أخطاء، لكن الخطأ ده ذكره له، وبالنسبة لها كانت دي غلطة العمر. غلطة شاول الملك حينما حسد داود وظل يطارده من برية إلى برية ويريد قتله. يا ما شاول كانت له أخطاء، لكن هذا الخطأ الكبير كان غلطة العمر. ده شاول له أخطاء أخرى تعتبر من غلطة العمر، إنه قدم ذبيحة وهو غير مستحق لأنه لم يكن من الكهنوت، وزي استخدامه الجان ليعرف به الأخبار. كانت غلطات العمر بالنسبة إليه لأنها أخطاء ما يقدرش يعالجها، ما يقدرش يعالجها. أخاب الملك كان بيعبد الأصنام،
وإيليا النبي أنقذه من حكاية الأصنام دي. لكن الخطأ اللي وقع فيه آخاب الملك حينما اشتهى حقل نابوت اليزرعيلي وأراد أن يأخذه بأي حيلة من الحيل، لدرجة أن هو ومراته إيزابيل دبروا تهمة مزورة على أنه بيجدف على الله، وجابوا شهود زور واتقتل نابوت اليزرعيلي وورثوا حقله. ربنا مرضيش أبدا ينساله هذه الغلطة، وبعت له إيليا النبي يقول له قتلت وورثت في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي، تلحس دمك انت ايضا. وقد كان هو ومراته ايزابيل، دي كانت غلطة العمر. شمشون الجبار يا ما وقع في اخطاء وزنى ومشي مع زانيات، لكن في غلطة العمر التي ضيعته كله ولم يستطع ان يخرج منها ابدا، انه افشى سره وندره لدليلة التي كان يحبها، ففقئت عيناه وفقد قوته، وكان يجر الطاحون كالحيوان بينه وبين قلبه في فكره من جوه. غلطة العمر كانت هذه. أنا أفتكر في مرة من المرات تأملت منظر شمشون وهو بيجر الطاحون وبيقول أنا الجبار أم شبحي، أنا شمشون أم غيري، إذا ما كنت شمشونا فأين كرامة القاضي وأين جلالة القدر وأين النور من عيني وأين الطول من شعري، حنانك يا رحى الطاحون هل تدرين ما سري، أجيبي إنني مزغ فقد حيرت في أمري، أنا الجبار أم شبحي، أنا شمشون أم غيري. ضاع شمشون بغلطة العمر الوحيدة اللي قال فيها قوتي في شعري. في غلطة تانية مثلا نلاقيها في جحزي تلميذ أليشع النبي، لما أليشع النبي شفى نعمان السرياني وانبسط نعمان السرياني انه شفي من برصه، كان ابرص، فحب يدي حاجات لإليشع، قال له لا ما ناخدش فلوس ولا حاجه، حاجه بتاعت ربنا. وهو ماشي نعمان مشي وراه جحزي وقال له اديني كذا واديني كذا من ورا معلمه، اشتهى ان ياخذ منه ملابس وخيرات. ولما رجع جحزي إليشع قال له كنت فين؟ انت مشيت ورا نعمان السرياني عشان تاخد منه حاجات، هو ذا برص نعمان السرياني البرص اللي خرج منه يلصق بيك الى الابد.
وضاع جاهزة لمجرد انه اشتهى شهوة خاطئة من هذا النوع ودفع ثمنها. مش ضروري ان الانسان تكون حياته كلها غلط، كفاية غلطة واحدة كده، غلطة اساسية تضيع حياته كلها. يقول يا ريت يا رب، يا ريتني ما كنت وقعت الوقعة دي. وبعضهم ما بيقولش. من ضمن الاخطاء اللي وقع فيها واحد تاني سيمون الساحر. سيمون ده لما رأى ان الرسل لما بيوضعوا ايديهم على الناس بينالوا نعمة الروح القدس، فقال لبطرس، اداله دراهم فلوس وقال له اعطيني النعمة دي بتاعت الروح القدس. فقال له بطرس، لتكن فضتك معك للهلاك، لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك افتكرت أنك تقتني موهبة الله بدراهم. ولعن سيمون الساحر، وأصبح لغاية دلوقتي الكهنوت الذي يعطى بمال تسمى هذه السيمونية، رمزا إلى سيمون، ضاع لمجرد هذه الطلبة، لمجرد هذه الشهوة. وبالنسبة له كانت شهوة أن يشتري نعمة الروح القدس بدراهم، كانت بالنسبة له هي خطية العمر. لم يذكر الكتاب عنه خطية أخرى. في قديسين أخطأوا خطية عمر، زي لوط. لوط اشتهى الارض المعشبة، هذه خطية العمر بالنسبة له، اشتهى الارض المعشبة، ارض سادوم التي قيل عنها في تكوين اصحاح 13 انها كانت كجنة الله كارض مصر. غلطته انه اشتهى الارض المعشبة، وفي نفس الوقت تخلى عن صحبة ابراهيم اب الاباء، وعن المذبح، وعن حياة الغربة والوحدة في الجبال. كانت غلطة العمر بالنسبة للوط. وقال عنه معلمنا بطرس الرسول ان هذا البار كان يعذب نفسه يوم بيوم بمناظر الناس الاشرار، وسبي مع اهل سادوم، وبرضه شهوة الارض المعشبة كانت لسه جواه. واخيرا اتحرقت سادوم وفقد كل شيء، وخرج يدوبك كده، يا إلهي كما خلقتني، يدوبك عاشت بنتاه، وفي نفس الوقت فقد زوجته أيضا. كانت غلطة العمر بالنسبة إليه إن هو اشتهى الأرض المعشبة. في ايضا واحد غلط غلطة في حياته، وكانت غلطة العمر، انه سمع مشورة الشبان وما سمعش مشورة الشيوخ، ده راح بعام. قولوا الناس وقالوا له خفف علينا، ابوك ثقل النير علينا ونطلب منك انك تخفف علينا. فاستشار الشيوخ فقالوا له
إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يقولون لك عبيدا كل الأيام. والشباب قالوا له دول عايزين يضحكوا عليك ولا يستصغروك، ده انت تقول لهم انا خنصري اغلظ من متن ابي، ابي ادبكم بالصياط وانا اادبكم بالعقار. قالوا له طيب وانفصل عنه 10 أصباط بقيادة يربعام ولم يترك له سوى سبط واحد اللي كان فيه سبط يهوذا، وضاعت المملكة بسبب جملة قالها في سماع مشورة الشباب، غلطة العمر بالنسبة لرحبعام، ما كانتش حاجة هينة. عالي الكاهن غلط غلطة واحدة هي غلطة العمر، انه ما رباش اولاده كويس، ما رباش اولاده كويس، فكانت النتيجة ان ربنا سمح ان يسقط من على كرسيه ويدق عنقه ويموت وينتهي الكهنوت من نسله الى الابد. غلطة، غلطة العمر، غلطة، غلطة العمر. أخي توفل كان مشير لداود ومن رجاله كويسين، انضم لأبشالوم، انضمامه لأبشالوم كان غلطة العمر وانتهى أمره وانتحر. يهوذا الإسخريوطي غلطة العمر بالنسبة له أنه سلم سيده حبا في الماء، مع انه رجع وسلم الفلوس للكهنة وقال لهم اخطأت اذ اسلمت دما بريئا، قالوا له انت ابصر، فمضى وخنق نفسه. غلطة العمر. مش ضروري ان الكتاب يحكي اخطاء الناس من اول ما اتولدوا، لكن في خطأ رئيسي، غلطة رئيسية هي اللي بتضيعه. زي هيرودس الملك لما وعد تلك الراقصة ان مهما طلبت اعطيك، فطلبت رأسي وحنى المعمدان، وهو افتكر نفسه يبقى راجل لما ينفذ كلمته، فقال لهم روحوا هاتوا رأسه على طبق، وانتهى امر هيرودس الملك، ضاع. دي كانت غلطة العمر. سبقتها غلطة اخرى ان اتجوز مرات اخوه، لكن غلطة العمر بالنسبة له انه قتل يوحنا المعمدان. يا مناس يغلطوا غلطة تضيع حياتهم كلها. غلطة اللص الشمال انه لم يقتدي باللص اليمين اللي دافع عن المسيح وقال اذكرني يا رب، وكانت غلطة العمر بالنسبة له، لان كان ممكن ان ينجو كما نجا اللص اليمين لكنه لم ينجو، ضيع روحه. يا مناس بيضيعوا روحهم بغلطة واحدة، بغلطة واحدة، وربما يظنوا انها مش كبيرة قوي. يعني حنانيا وسفيرة الكتاب ما قالش عنهم انهم كانوا ناس وحشين، بالعكس قال انهم باعوا املاكهم وحبوا يدوا الثمن للرسل، لكن اخذوا جزء من المال. وبطرس قال له هو ده كل المال؟ قال له ايوه. قال له انت بتكذب على الروح القدس؟ لانه بيكذب على بطرس الرسول يبقى بيكذب على الروح القدس.
ووقع ميتا وامراته نفس الكذبة، وقال لها اللي شالوا زوجك موجودين بره يجي يشيلوك. ليه؟ لأنها كانت غلطة العمر إنهم يكذبوا على هذا الكاهن الكبير بولس الرسول. يا مناس بيكذبوا على الكهنة، ويا مناس لا يحترمون آبائهم مثلما حدث مع حام بالنسبة لنوح، وربنا ساكت عليهم. كان ممكن تبقى غلطة العمر ويعمل بيهم ربنا ما يريد. المهم ان كل انسان لازم يحترس من الخطية اللي ممكن بالنسبة له تتعب ضميره طول العمر ويحاول يصلحها ما يعرفش. إما تضيع أبديته لإما تضيع سمعته. يعني مثلا بنت من البنات في لحظة شهوة عابرة تضيع عفتها، تضيع بتوليتها أو عذراويتها، ويبقى غلطة العمر بالنسبة لها. تقول يا ريت لكن خلاص ضاعت. أو إنها تمشي مع صداقة رديئة، بنت صاحبتها تاخدها إلى مكان مشبوه وتقع في شبك الدعارة زي القصص اللي بنشوفها في الجرائد، وتكون بالنسبة لها غلطة العمر. غلطة العمر. أو تخش في علاقة خاطئة تضيع سمعتها وتكون غلطة العمر. ياما شبان صادقوا آخرين وشموا بودرة هوريين وكانت غلطة العمر، بعد كده ما قدروش يخرجوا منه والعادة سيطرت عليهم. وبعضهم اضطر انه يسرق عشان يشتري بودرة الهوريين، واضطر انه يقتل علشان كده. كانت غلطة العمر بالنسبة ليهم. أو حد يقع في شذوذ جنسي وما يقدرش يخرج منه، يصبح عهاد عنده وشهوة عنده مش قادر يخرج منه. غلطة العمر. أو شخص يتزوج زيجة غير شرعية، يتجوز أخت مراته مثلا، أو واحدة تتجوز أخو زوجها، أي زيجة غير شرعية، وتبقى غلطة العمر لأن حياته تبقى كلها زنا. أو واحد يطلق مراته طلاق مدني ويحاول يتجوز بعديها والكنيسة مش موافقة على الطلاق المدني، وتبقى بالنسبة له غلطة العمر. أو تلميذ يغش في الامتحان وينضبط ويرفدوه من الكلية سنتين، ممنوع من الامتحان، وتبقى غلطة العمر. تفضل طول عمره خطية الغش لا ثقة بيه، يقوله مش ده اللي عمل في الامتحان كذا كذا، مش ده اللي اتظبط، مش ده اللي حكموا عليه. غلطة العمر. في قائد عظيم يعتبر من أعظم القادة في العالم كله، وهو نابليون بونابرت.
كان متجوز واحدة اسمها جوزفين، وقعد معها حوالي 20 سنة ما جابتش عيال، وهو عايز عيال، فطلق هذه المرأة ظلما، وكانت النتيجة ان بدأ فشله بعديها، لأن نعمة ربنا تخلت عنه. غلطة العمر. إنسان يلعب قمار ونتيجة القمار يفقد كل ثروته، أو يدخل في رهان زي سباق الخيل ولا غيره ويفقد أيضا ثروته، ويقول هي دي بالنسبة لي غلطة العمر.